يقول: توفي والدي منذ 20 سنة وخلف أرض زراعية وعقب ولدين وثلاث بنات، والأرض المذكورة دخلت عليه من صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر، والآن الأرض المذكورة هل هي ميراث لأولاده جميعا ذكورا وإناثا أم تختص بإحداهما، علما بأن البنت التي الأرض من صداقها أعطت والدها في قيد الحياة الأرض المذكورة فقالت إنها مال من أموالك. أرجو الإفادة بعد العطاء من البنت لأبيها، ولكم جزيل الشكر ووفقكم الله. هذه المرأة أو البنت التي أعطت والدها الأرض التي من صداقها تكون الأرض المذكورة ملكا لوالدها، فلما مات الوالد تعود إلى ورثته حسب الميراث الشرعي، ويرثها أولاده وزوجاته وأمه وأبوه إذا كان موجودين، ويكون نصيب البنت التي أعطت هذه الأرض من هذه الأرض مثل نصيب أختها، لأن الأرض صارت ميراثا. نعم.